هو ده اللي حصل. واطي ندل عايز ضرب الجزم عشان انتي بنت خايبة. ما انا بقى بصراحة استجدعتك وقلت مش همشي من هنا غير لما احكي لك على اللي حصل، يمكن يعني تعرفي تاخديلي حقي منه. حق؟ حق ايه يا ام حق؟ انسي ليه كده بس يا ست دليدة؟ انت بنت انت هبلة ولا ايه؟ بصي ما تبصيش للي حصل، الواد ده طلع انصح منك، خد منك كل اللي هو عايزه، وانت اللي لبست الليلة وطلعت منها على الفاضي، صح؟ بصي حبيبتي المهنة دي حكى عليها بيت. لا لا ولا حاجة. يا بنت اسمعني وانت ساكتة وخلي بالك، انا قاعدة بس كده معاكي عشان صعبت عليا وعشان بتفكريني بنفسي زمان ايام انا كنت كده هبلة زيك. طيب خلاص قولي وانا سامعاكي. احنا وقفنا عند ايه؟ عند اصول المهنة. بصي بقى يا اختي، المهنة دي مخي داير، عقل منور، عشان تفهمي منها البني ادمين سواء رجالة ولا ستات. بس خلي بالك مش كل اللي انت هتكسبيه فلوس، في ناس هتاخدي منها علاقات، وفي ناس هتاخدي منها معلومات، وفي ناس بقى يا اختي لما اغزة مش هتطلع منهم غير بالقرشين بتوع الليل، ودول بقى ما تركزيش معاهم قوي. طب والنبي ما تعلميني. اعلمك ايه يا بت؟ خلاص انا بخ اعتزلت المهنة من زمان، انا زي ما انت شايفاني كده دلوقتي سيدة اعمال. طب وفيها ايه يعني؟ ما تعملي مني انا كمان سيدة اعمال. صعب؟ لا والله مش صعب، ده انا شاطرة وبفهم بسرعة. لو كنت صحيح شاطرة ما كانش واد زي ده ضحك عليكي. معلش اعتبريني كنت لسه بحبي. خلاص احطك تحت الاختبار وصدقيني هجيب مجموع. لا يا اختي انا مش فاتحاها هنا مكتب تنسيق، انا هنا يا طب يا الشارع. وحياتك عندي لا افتح اكاديمية. حالته صعبة قوي، نقلوها للإنعاش. طيب خلاص هاتي امال. طمني يا دكتور، بابا كويس مش كده؟ كويس رد عليا. بقاء لله. بنت ريتال ما بتردش. ولا زينب، استر يا رب. الو ما بتردش ليه يا زينب؟ ايه تقول يا مروان؟ ايه؟ مات ميتة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فين؟
ايه يا عبد الحكيم؟ خبر ايه يا عبد الحكيم؟ مما؟ لا لله وإنا إليه راجعون. عبد الله أخوي مات. يا الله! لا إله إلا الله. Ha 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 ha!